وشاب نشأ في طاعة الله. هذاك الشاب واش دار؟ قدم أحسن أيام العمر اللي هي مرحلة القوة. أنت مرحلة القوة مديتها لله، مرحلة الزهو، مرحلة يكون الإنسان فيها في أقوى شهواته، يعني هذاك الإنسان الذي هو في قوته كاملة له صراعات مع الشهوة ومع الهوى ومع الرفقة السيئة ومع الدنيا ومع كل شيء، عنده صراعات، فكبح نفسه والتزم بطاعة الله عز وجل. ربك نظر إلى الشاب كما قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربنا للشاب ليس له صبوة، ما طاحش مزلقش، ما طاحش في المنكرات، شاب ولكنه مثل الشيوخة، شيوخة كبار خلاص ربي عز وجل ضعف لهم الجسم تاعهم كذا، هذه من حكمة الله، كي نضعفون ولو نروح للمسجد لأن شهوات الدنيا انقطعت عنا، لا نريد شيئا من الدنيا، ولينا نروح المسجد نسمعوا الأذان، والأحيان قبل الأذان نروحوا. كاين شباب هكذاك بصح عندهم شهوات وعندهم تطلعات ومازال ولاو يتزوج ولا راهو مزوج ومازال عنده أمور يحتاجها، مازال يخدم المستقبل تاعو، مازال عنده شهوة، مازال أمور برا، حبي يلعب حبي يتمتع، ولكنه يستجيب إلى الله عز وجل في المسجد. هذاك الإنسان يعجب إليه الله عز وجل، ولذلك ثمن له الله الجزاء وقال: وشاب نشأ في طاعة الله يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شفت الجزاء؟ كي تمد حاجة غالية ربي يعطيك أغلى.